مالك يا بيومي؟ وشك مخطوف ليه كده يا ولا؟ مفيش حاجة، بس متضايق شوية. واد يا بيومي، وانت جاي من المستوصف؟ ايوه لسه جاي. عرفت منين؟ مش دي برضك نتيجة التحاليل؟ ايوه هي، طلع الملعون عندي ومش عارف اروح لمين. تروح لمين ولي قاعد؟ تجيني طابع وريني كده. انت بتعرف تقرا اجنبي يا ابو العريف؟ يا حبيبي يا بيومي، انت ما تعرفش ان اعرف البنسلين والتروميسين يبقى مش هعرف فيروس سي؟ بس ده عندك من زمان يا بيومي، ده من 30 سنة. ايه؟ من 30 سنة ازاي؟ وانا عندي 28 سنة. انت عندك 28 سنة؟ خلاص ما ينفعش تشتغل يا بيومي. انا في مشكلة الفحص، وقت السفر حيبان ان عندي الفيروس وحيحوشني من السفر. يا جيد، ان كان على كده انا ممكن ارزعك حجم تخفي المرض وقت الفحص خالص من غير استشارة طبيب. طبيب مين؟ الاصابة بالفيروس ما بتمنعش تعاطي ايات وادوية. انت مين اللي قالك ان الاصابة بالفيروس تمنع الانسان انه يعمل بكامل طاقته؟ الانسان المصاب ممكن يشتغل بشرط يرتاح كويس ومفيش اي خوف من ممارسة حياته العملية. شوف يا ابو العريف، لازم تعرف ان المريض الكبدي غير مسموح له اطلاقا استخدام اي دواء الا بالرجوع لطبيبه المعالج، وهو اللي بيحدد الادوية الامنة على صحة الكبد. فيروس سي ده بطيء وضعيف جدا، ونسبة كبيرة من العيانين لا يصابون باي مضاعفات حتى بدون علاج. لازم تعرف ان دلوقتي في علاج للفيروس. ونسبة نجاحه قد ايه يا دكتور؟ اكتر من 60% بالعلاج القديم و92% مع العلاج الجديد. يعني ارزعوا الحجنة ويسافر بالسلامة؟ ترزعوا حقنة ايه ان شاء الله؟ الحجنة اللي بتخفي وجود الفيروس. مفيش اصلا حقن بتعمل كده، ده كله نصب. بنصب الهدف منه المكسب الحرام والتلاعب بالمرضى. انا بحذرك تعمل كده، انت فاهم؟ لازم تعرف ان المريض الكبدي غير مسموح له اطلاقا استخدام اي دواء الا بالرجوع لطبيبه المعالج،